لو انت تحت سن البلوغ يعني 13 او 14 سنه كده وانت نازل، فالفيديو ده مش هتفهم منه اي حاجه، فروح العب لك لعبه بقى او اتفرج على اي حاجه تانية، او خلي بابا وماما يشرحوا لك الفيديو، بس اوعى تمشي من غير ما تعمل لايك. لكن بقى لو انت فوق سن البلوغ، سواء كنت ولد او بنت، فالفيديو ده مهم ليك جدا ولازم تشوفه للاخر. الغسل الصحيح من الحدث الاكبر، الجنابه والحيض والنفاس. بما انك بلغت او انك بلغتي، لازم تكون عارف او عارفه ازاي تتطهر من الحدث الاكبر، لانك من غير ما تتطهر من الحدث الاكبر او ترفعه فانت بتكون مش طاهر، وبالتالي صلاتك بتكون بطله. الحدث الاكبر لو انت ما تعرفش عشان ما تتهش مني، ثلاثه بس. اول حاجه هي الجنابه، والانسان بيكون جنب لما بيخرج منه سائل المني، ودي بتحصل للشباب والبنات. لكن الحاجتين التانيين اللي هم الحيض والنفاس خاصين بالبنات بس، ودي حاجه بتحصل لاخواتنا البنات لما يوصلوا سن البلوغ. فلو حصل لك او حصل لك اي حاجه من الثلاث حاجات دول، تعملوا ايه؟ انا هنا عشان اقول لك تعمل ايه. اعمل لايك. لا بهزر معاك. ازاي نغتسل من الحدث الاكبر او نرفع الحدث الاكبر؟ في طريقتين. الطريقه الاولى هي الغسل المجزئ، يعني لو عملتها يبقى انت كده تمام. ركز معايا، الغسل المجزئ بتغسل جسمك كله بالميه وبعد كده تستنشق وتستنفر، وقبل كل ده طبعا لازم تكون ناوي نية التطهر من الحدث الاكبر. الطريقة التانية بقى اللي سنة عن النبي واللي فيها اجر زيادة شوية، بعد النية طبعا النبي كان بيغسل ايده الاول 3 مرات، وبعد كده بتغسل الفرج بتاعك بايدك الشمال، وبتتوضى وضوء كامل للصلاة عادي جدا كأنك رايح تصلي. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيغسل راسه بالمية بالطريقة دي كده، ادا مرة ادا اتنين ادا تلاتة، ايه ده مفيش مرة ده تلات المؤاخذة، علشان المية تيجي في جميع انحاء الشعر. اخر حاجة كان النبي بيعملها كان بيغسل جسمه كله بالمية، وكان بيبدأ بالجنب اليمين وبيمشي ايده في الاماكن اللي المية مش بتوصل لها، وبعد كده الجنب الشمال زي الجنب اليمين بالظبط، وبس كده تكون انت رفعت الحدث الاكبر. معلومة على السريع، الغسل من الجنابة بيحل مكان الوضوء، يعني انت كده ممكن تروح تصلي على طول، لكن لو بتغتسل غسل عادي فلازم تتوضى بعده. بس كده الموضوع سهل وبسيط جدا اهو. لو استفدت من الفيديو ادعمه بلايك علشان غيرك يشوفه ويستفيد، وده حسابي في الانستجرام عشان لو عندك اي سؤال ولا حاجه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.